بكل الخير والرضا دوما بيتجدد اللقاء مع حضراتكم. خلونا نكمل رسم الصورة اللي كل شوية بتتضح أكثر، ربما ما كانتش محتاجة مننا لغير شوية بحث شوية تركيز بطريقة مختلفة، لأنه بصراحة العنوان بقى بارز جدا. أعتقد كتير مننا عارفين كلمة إذا اختلف اللصوص ظهر المسروق، وإحنا في بين السطور بنقول إذا اختلف القتلة كشفت الجريمة. يعني ببساطة كده أردوغان، لو أنتوا فاكرين واتكلمنا مع بعض من هنا من بين السطور وقلنا إن في الاجتماع بتاع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، في الاجتماع ده اتقال بشكل واضح ومباشر إن في عدد من الإرهابيين اللي غادروا الرقة تم إرسالهم لمصر لاستخدامهم في سيناء، وأعتقد كلنا بشكل أو بآخر فاكرين المعلومة دي. الحقيقة لو أردوغان بيعترف بعملية الهروب دي، هل ده بالنسبة لنا كان وقفنا عنده وقتها وشكل لنا معنى؟ طبعا. طيب خلوني أنقل وأقول أنه الكلام ده كان ممكن يعدي لو أن تصريحات العقيد طلال سلو القيادي المنشق من قوات سوريا الديمقراطية الكردية اللي كانت بتحارب داعش في الرقة، واللي قال أن صفقة الرقة مجرد مسرحية، وقال كمان انه هذه الصفقة بتشكل مجرد مسرحية امريكية لانها بتعني انه المتطرفين الاجانب المستمتين في الدفاع عن المدينة كل دول بشكل اساسي تم الاتفاق مع مسؤول امريكي في التحالف الدولي، لم يعني يتم ذكر اسمه، وافق على الصفقه في اجتماع مع احد قاده قصد. كان في ثلاث ايام ذكرنا نحن للاعلام ان ممنوع حدا يتوجه لان المعركه هي حاسمه، طبعا كله عباره عن تمثيليه. نحن بهذاك اليوم طبعا طلعنا بيان كاذب، يعني بصراحه ان نحن كان في وساطه لوجهاء العشائر وكذا. طبعا تم الاتفاق على ان خروج هؤلاء الارهابيين بحدود 4000 واحد هم وعائلاتهم، وكان ناقل لهم موافقه الاداره الامريكيه على توجه هؤلاء الارهابيين باتجاه دير الزور. يا ترى طلعوا من دير الزور راحوا فين؟ وال4000 واكتر دول يعني ايه؟ وليه اردوغان يقولهم 300 400؟ وليه الصفر ده ياتي من القوة الكردية والمنشق الكردي؟ ولماذا كانت امريكا معنية بطرق آمنة وممرات آمنة لاخراج مقاتلي داعش اللي هي بتقول ان هي بتصرف الفلوس دي كلها علشان تعمل الحرب هناك لاصطياد هؤلاء، لان دول رموز الارهاب، دي داعش. المسألة عمالة تتضح بوضوح، بس مع التشويش الكتير ما بيبقاش في فرصة نشوفها كويس. طيب لما يكون تصريح وزير الدفاع البريطاني الجديد ويليامسون اللي بيقول فيه وبالنص يتوجب ملاحقة وقتل البريطانيين اللي بينضموا لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا وفي العراق، لدرجة انه في حديث لصحيفة الديلي ميل قال الوزير البريطاني رأيي ببساطة ان ارهابي ميت لا يمكنه ان يشكل ضرر على بريطانيا. والمسألة كده بقت واضحة بشكل كبير، ده العبء اللي هيروح على أوروبا هم بيبيعوا فيه كل اللي تجروا باسمه من يعني حضارة الغرب، حضارة حقوق الإنسان، من كل المسميات. هو عايز أي بريطاني انضم لداعش يتقتل وما يرجعش، لأنه إرهابي ميت أحسن من إرهابي حي. طيب هل المسألة هنا بقت بهذا الهدوء؟ عايز أقول لحضراتكم أن بالتزامن مع يعني كل الكشف اللي قدامنا ده من تصريحات قوات سوريا الديمقراطية الكردية، من كلام أردوغان، من تصريح وزير الدفاع البريطاني اللي لم يتحسس مسمى وظيفته وزير دفاع، هو اللي بيقول إرهابي ميت عندي أحسن من إرهابي حي، المسألة دي كلها بتقول ببساطة شديدة ان عينينا كلنا احنا المصريين لازم تستدعي مشهد مذبحة بير العبد.
لازم نستدعي مشهد مذبحة مسجد الروضة، لأنه كل ده وهم بس بيلوحوا بالتهديد، وهم بس بيقولوا لنا إن لما اتكلمنا عن 400 عملنا لكم المذبحة اللي من هذا النوع. ليه بنقول عملنا لكم؟ لأن كل التحقيقات اللي اشتغلت على هجوم الروضة وبير العبد اتكلمت إن إحنا كنا قدام ميليشيات عسكرية منظمة محترفة عندها احتراف في القتل، مدربة ومارست ما تم التدريب عليه في أماكن مفتوحة. ومسرح العمليات نفسه كان بيقول ان في دعم وتمويل بمستوى عالي جدا. يعني ايه الكلام ده؟ ايه اللي عمال يترص قدام عينينا واحده واحده؟ ده بصراحه كده ده معناه ان احنا كنا في عمليه مسجد الروضه في مذبحه بير العبد كنا قدام العمليه البروفا، نقدر نقول ببساطة كنا قدام مقدمة لعمل أكثر احترافية لتحضير مسرح أكبر بيتم تجهيزه علشان يتم عليه عملية استعراضية، عملية دموية، عملية توجعنا جدا وتعلم علينا. يعني المطلوب لو هم خسروا في العملية اللي عملوها في مسجد الروضة هم أرادوا بيها الشر، لكن في حقيقة الأمر هم خسروا لأنهم قتلوا مصلين. لكن المشهد مشهد وصورة ومكان واستعراض وقوة ودم. علشان كده حطوا قدام عينيكوا الـ4000 اللي أمريكا طلعتهم في الممرات الآمنة واللي اتقال إنهم وصلوا لدير الزور، ومن دير الزور محدش قال هيطلعوا يروحوا فين. هل هيطلعوا زي طريقة أردوغان يعني من تركيا ممكن يتنقلوا عن طريق مكان ما يدخلهم سينا، اللي هو ما فيش غير مكان واحد ممكن يدخلوا منه لسينا بعد ما قفلنا احنا الحدود مع غزة؟ ما عنديش معلومة، لكن الصور لما هتتحط قدام عينينا، بريطانيا بترفض عودتهم، فرنسا رفضت عودتهم، أوروبا مش عايزة ترجعهم، أمريكا بتحافظ عليهم علشان ما تحققش طلب أوروبا في إنها تقتلهم وتتخلص منهم، اللي هو الهدف اللي أنشأت من أجله التحالف، وبتكذب على العالم كله في كل الأخبار وبيقولوا إن هم بيحاربوا داعش وموجودين علشان يحاربوا داعش. وفجأة الرقم بيقفز من 400 ل 4000، وال4000 دول احنا من 400 كان عندي نتائج مباشرة اسمها مذبحة بير العبد. طيب لما الرقم يقفز ده كله، المشهد اللي جاي هيكون شكله ايه؟ وليه استشعرنا ان مذبحة بير العبد بروفا؟ والبروفا شغالة جداً واستعرضت حاجات كتير قوي. طب اللي احنا بنقوله ده في دليل ان دولتي سابقه بخطوات وقادره تشوف ابعد من اللي بيتقال، حتى وان لم تفصح بصوره مباشره هي قادره تشوف ده، وعلشان كده قادره تقلل الخسائر. يعني عملية بير العبد دي كان ممكن تكون حاجة أكبر من كده، وارد جدا، لأن لو أنا قادرة أشوف إن هنا في حفرة حتى لو رجلي هتنحدر فيها هقدر اعدي منها، وده اللي الدولة المصرية بتعمله. الدولة المصرية سابقة بأكتر من خطوتين، فقادرة تشوف. هل هتقدر تمنع كل شيء؟ لا. هتقدر تمنع جزئيا؟ أيوة. وليه مش قادرة تمنع كل شيء؟ لأن ده إرهاب أولا، اتنين لأن عندها من الخارج وعندها عناصر من الداخل. هي النماذج اللي احنا بنشوفها دي موجودة على سلم النقابة، ولا اللي بيسيبوا الأحداث علشان يطلعوا يعبروا بطريقتهم، ده بنشوفه في أي حتة في العالم؟ لا. هم إخوان الأردن طلعوا يهتفوا ضد الملك؟ شمعنا إخواننا إحنا؟ طب هو اليسار في لبنان طلع يتكلم على إدارة لبنان؟ على أي من الرؤساء الثلاث في لبنان؟ اشمعنى عندنا إحنا؟ لازم يطلعوا يشتموا فينا إحنا وفي التجربة المصرية ليه؟ لأن دولتكم سابقة بثلاث خطوات،
فعامله لهم اكتئاب، بينالوا مننا جزئيا وممكن ينالوا في اللي جاي. قلنا ايوه، لان المشهد ده بالتكوين اللي قدام عينينا ده بيقول ان احنا كنا قدام بروفا في مذبحه بير العبد. ايه دليلي على ان الدوله شايفه قبل بخطوتين وبثلاث خطوات؟ اسمعوا. من كام شهر، من 5 شهور أو 6، انا قلت الاجهزه خلي بالكم مهمتهم في سوريا خلصت، هم دمروا سوريا خلاص. واول ما المقاتلين ابتدوا يخرجوا من حلب والكلام ده من 5 شهور أو أكتر، قلت لهم خلي بالكم المقاتلين دول في جزء منهم هيجي لنا، انتبهوا لهم، وهيتحركوا في اتجاه سيناء وفي اتجاه المنطقه الغربيه بالحدود المشتركه بيننا وبين ليبيا. طب تصدقوا ان الدوله دي قادره تشوف كويس قوي، وان مش دايما لما حد يقول لكم الدوله قادره تشوف وتسبق اللي حوالينا بخطوتين وبثلاثه، ده مش معناه ان احنا هنقدر نصد كل الهجمات طبعا. بس عشان تتاكدوا اكتر عايزه اسمعها لكم بقى من الاستاذ هيكل. يعني منين؟ عشان تعرفوا ان الدوله دي ابدا مش نايمه. استدعيت القبليه في ليبيا، فدخلت القبليه دخلنا في الدين، قربنا في الدين، القبليه باسم الدين. لما جيت في سوريا لما لقيت النظام بيقاوم استدعيت الطائفيه، الذي استدعى الطائفيه القوى التي هاجمت ليبيا والقوى التي هاجمت سوريا. وعاوز اقول لك حاجه، ما تحطش اللوم على الباقيين كلهم، في ناس ممكن قوي تقول انه معمر القذافي وحبوا بشار اسد حكموا بالاستبداد كان ينبغي ان يقاوم. لكن لما احنا جينا نحاربهم، او لو جم ناس جم يحاربوهم ولقوا انه مش قادرين يزحوهم بالطريقه الطبيعيه، الجيش الوطني الحر والجيش الكلام ده كله، لجأوا الى انه ده حكم علوي، ده حكم قبيله مش عارف ايه اللي موجوده. فانت استدعيت الطائفيه والمذهبيه، فدخلتي ما فيش حد واحد جاب داعش، في مجموعه عناصر وكل الناس. اسالي اردوغان النهارده، اردوغان مش قادر يخش ليه؟ ببساطه جدا يناسبه جدا انه داعش تعمل كل الهافوك ده. فانت قدام حاجات عمرها ما كانت بتحصل. انت تقولي داعش، داعش جزء من اهلا، معقول حد يقول لي 20,000 ولا 30,000 وبعدين اوباما يقول لي هذه معركه ستطول 3 سنين الا اذا كنا بنتكلم حاجه تانية؟ اعتقد كده المشهد واضح يا مصريين، الحكايه واضحه. الكلام ان امريكا حمت 4,000 مقاتل من داعش وامنت عليهم تركيا، واللي كان بيحميهم اللي مفروض ان كان بيحاربهم في معارك قاتله وطاحنه اسمها قوات سوريا الديمقراطيه الكرديه، اللي كانت بتمولها وتسلحها وتدربها القوات الامريكيه. وال 4,000 دول محدش عارف هم هيتحركوا فين. بناء على حركتهم احنا بنشوف عمليات كتير، يعني عمليات في نقاط ارتكاز بعينها. انا عايزة حضراتكم بس تركزوا معايا، لان اضلع المثلث بتتشكل قدام عينينا، بس هم بيلعبونا لعبة بيسموها ايه، التنمية البشرية، لعبة العصفورة. فين هو بيختار لي حاجة عاطفية جدا واحنا متعلقين بيها، وهي جزء من وجداننا ومن تاريخنا، من كل تفصيلة في دمنا، اسمها القدس، حتى مش غزة، حتى مش الضفة، القدس. تخيلوا بس معايا لماذا القدس تحديدا، علشان نقدر نرسم الأضلاع اللي قدامنا دي، لأن الحكاية بجد تقيلة واللي جاي تقيل، ومش تقيل علشان القدس، القدس مش هيحصل عليها تغيير. علشان كده المقدسيين نفسهم فاهمين المشهد، والنهارده ربما ما يكونش فيه أي أحداث كبيرة عاشتها مدينة القدس ولا باب العمود ولا أي حاجة من الحاجات دي، لدرجة تخيلوا إن القدس النهارده بتدخلوا جماعة أبناء الهيكل اليهودية في حماية الشرطة الإسرائيلية، وفي غياب تام للقوى النشطة الفلسطينية. وده في حد ذاته كان بالنسبة لنا عنوان كاشف. المقدسيين عارفين في لعبة بتتحدف علشان كله ينشغل هنا، لكن في 4,000 وربما يعني أسماء أخرى وأرقام أخرى بتتحرك عبر رأس المثلث اللي هيبقى في الآخر له علاقة بالقدس، علشان يقود آخر جيش في الإقليم، علشان يحقق المطلوب، إيجاد حدود مختلفة
وكسر للدولة الوطنية، علشان كده المشهد واضح بشكل غريب جدا. طيب لو كانت الحكاية في مشهد القدس النهاردة ودخول أبناء الهيكل ومفيش صدمات حصلت، امال ليه المشهد في بيروت خد ملمح مختلف تماما؟ النهارده كان في مجموعه المظاهرات اللي دعت ليها عدد من القوى الوطنيه اللبنانيه، واللي كان على راسها الاحزاب النصيريه والاحزاب الشيوعيه والقوى الفلسطينيه من المخيمات، وكل هذه القوى والمنظمات الشبابيه باستثناء حزب الله. والشعار كان شدوا الرحال الى فلسطين. وصلت المظاهرة دي لأبعد 2 كيلو من السفارة الأمريكية. ولما أقول 2 كيلو يعني في القانون الدبلوماسي أي سفارة لأي دولة كبرت أو صغرت، ده معناه إن أرض السفارة دي عندها حيز للحماية، وقوات الأمن اللبنانية كانت بتدفع الناس للخلف بينما الناس كانوا بيحدفوا الحجارة على اللبنانيين، على أفراد الأمن اللبناني. عارفين ده معناه إيه؟ تاني استهداف للبنان، علشان لبنان لو الحجر فيها فك الدنيا تبوظ ويبقى فيها كده. جبران باسيل عمل مشهد رهيب في الجامعة العربية اللي ما طلعش منها حاجة لحد ساعات الفجر يعني. فيبقى المطلوب ان لبنان تخش في أزمة وفي مأزق. بس اللي كان لافت جدا في المسألة دي ان الاعلام الفلسطينية واداء الشباب اللي مصر يضرب في فرض الامن اللبناني اللي بيحميه، لان العنوان اللي محدش رضى يتكلم عليه ابدا حتى وانا بتابع القنوات اللبنانية، المارينز اللي خدوا أوامر بحماية السفارات الأمريكية في الإقليم كله، لو ضربوا على اللبنانيين اللي يقدروا يخشوا للحيز بتاعهم، ده معناه إيه؟ إحراج للدولة اللبنانية، كسر لهيبة الخارجية اللبنانية اللي قالت في جمل قوية جدا، ومرة تانية نفك لبنان، ما هي ما تفكتش بأزمة الحريري تتفك بغيرها. وهنا الموضوع في فك لبنان رسم الضلع الثاني، ما هو الأضلع بتاعة المثلث واضحة، الرأس في القدس والضلع قدس لبنان، والضلع الثاني القدس القاهرة. لازم ناخد بالنا كويس جدا، القدس الوجع في وجدان العرب كلهم والمسلمين برغم كل الظروف والأسباب، لما نتكلم عليها دلوقتي احنا بنعيد تجييش الاقليم من الداخل، والاماكن اللي سهل العمل عليها تبقى مصر علشان تشتغلها الجزيرة اللي مش شايفة لا فلسطين ولا القدس ولا غزة، مش شايفة حاجة خالص، طول النهار بتشتغل علينا احنا، واللي بيتابعوا من الجماعة اياها التي بلا عقل بيشوفوا ده كويس، واللي بيتابعوا لان شغلهم بيلزمهم بده، الجزيرة مش شايفة حد غير مصر، ولازم تشتم في مصر، وده يتوافق مع خطاب الاخوان المصريين اللي لازم يشتموا في القيادة المصرية وفي الموقف المصري، ويتوافق مع اليسارجية اللي عندهم علاقات مش مفهومة فيطلعوا برضو علشان يعملوا اكس على القيادة المصرية وباللون الأحمر، ومطلوب صناعة أزمة وصناعة صورة عسى إن هي تنجح إنها تحرك الداخل المصري. ده معناه ببساطة إن مشهد لبنان النهاردة اللي هو مفروض تعبير، والحقيقة إن مظاهرات لبنان كانت مميزة لأنها راحت على طول على السفارة الأمريكية. إحنا عندنا كانوا بيشتموا فينا، في الأماكن التانية كلها كانوا بيشتموا في إسرائيل. ليه المشهد في لبنان كان لازم يقلب كده؟ علشان كان كله بيحاول يستدعي رصاصة من المارينز، فالدولة اللبنانية كلها تتلخبط الأوراق فيها. علشان كده الأمور بجد تقيلة، ما هيش سهلة أبدا، ولا يمكن إن احنا نحطها على مسطرة العاطفة وفقط. مرة تانية هقول لكم، السياسة فعل متغير، والسياسة في كل مرحلة تقاس بنتائجها مش بالأداء الحركي بتاعها.
يعني اي شاب من دول عايز اعرف الضرب ده كله في رجل الامن اللبناني ليه؟ رجل الامن اللبناني ده مفروض ان موجود في المساحة دي عشان ما يمنع اي حد يدخل، علشان يقلل فرص احتكاك المارينز اللي هيقوم وفقا لقانون الدبلوماسية بدوره. خلوني طيب اروح لبيروت وينضم لي الكاتب والمحلل السياسي السيد خليل فليحان. سيد فليحان، يعني مشهد بيروت شكل زهوا لانكم سبقتم الجميع وحددتم لمن تتوجهون وكانت السفارة الامريكية، وفجأة بقى في حالة من التطاحن وإلقاء حجارة كبيرة على قوات الأمن اللي بتقوم بدورها علشان المارينز اللي انتشروا في كل السفارات الأمريكية. نفهم من ده إيه؟ يعني ما يؤسف له أن المشهد كان حضريا وبشهادة من معظم المسؤولين الفلسطينيين الذين شاركوا في التظاهرة، كما أن الحزب القومي السوري أعلن صراحة أنه انسحب من التظاهرة بعد أن اشتدت الاشتباكات بين رجال الأمن اللبنانيين والمتظاهرين. ما يؤسف له أن التظاهرة التي هي الأولى من نوعها باتجاه السفارة الأمريكية أعطيت الإذن من وزارة الداخلية وأحيطت بقوات الأمن اللبنانية حفاظا على الهدوء وأن توصل الرسالة ضد قرار ترامب إلى السفارة الأمريكية. تمام. إنما تحول الأمر إلى اشتباك بين قوى الأمن وبين المتظاهرين وشارك يعني مع هذه المتظاهرين تنظيمات لبنانية. مين يا سيد فليحان اللي حول المشهد الحضاري ده؟ مكونات التظاهرة معروفة. بعض العناصر التي لم تكن منضبطة، بدليل أن اثنين منهما إذا شاهدت ذلك على التلفاز صعدا إلى السيارة الدفاع المدني التي كانت ترش المياه عليهم ليوقوا رجال الأمن من ضرب الحجارة. تمام. يعني طيب خليني اسالك السؤال بطريقه تانية، هل وارد انه يتم استغلال المشهد مره اخرى؟ واحنا عندنا اللغه دي او السياسه دي يعني احيانا بتستخدم في لبنان، اللي هي استخدام شباب المخيمات بطريقه او باخرى. يعني انا اعتقد ان ما جرى اليوم من قبل بعض الشباب المتحمس اكثر من اللازم او غير منضبط أتى خصيصا لشوه المشهد، لأن السلطات اللبنانية أذنت بالتظاهرة. تمام. ولأن المتظاهرين يعني كان في عدادهم شخصيات لبنانية وفلسطينية، وأنه أحد المسؤولين عن الاتحاد العماني العام طلب السفيرة الأمريكية، طلب الدولة اللبنانية بإبعاد السفيرة الأمريكية وكونها سفيرة غير مرغوب فيها. يعني كانت التظاهرة مهمة جدا لو لم يكن هذا الصدام، لكن اتصالات عاجلة حصلت ويعني الكل لاحظ بأن التظاهرة تحولت إلى سلمية، ولكن بعد فوات أول. أنا تابعت فعلا التظاهرة طوال اليوم ومن القنوات اللبنانية، واللي بتقوله حضرتك في جزئية مهمة جدا تتعلق بفكرة مطلب إبعاد السفيرة الأمريكية من بيروت ومحاولة تصعيد اللغة بهذه الطريقة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي السيد خليل فليحان متحدثا إلينا من العاصمة بيروت. أعتقد سمعتوها، علشان ما يبقاش بس الكلام كده، عايز ده بس حضراتكم تفتكروا مشهد باب العمود والمسجد الأقصى ودخول أبناء الهيكل، ونروح للجزئية اللي بعديها على طول علشان نشوف المشهد الآخر اللي مهم جدا. في ناس وشباب، وربما يبقى في جزء منهم جاي من الشباب اللي ما بيشتغلش، اللي شفناهم بيجيدوا عملية الرشق بالحجارة، والرشق كان المقصود به استفزاز قوى الأمن اللبناني اللي أعطت التصريح حتى لو القنوات ما قالتش الكلام ده، لأن مرة تانية
اللي عندنا على سلم النقابة موجود في كل عاصمة عربية بطريقة أو بأخرى. المثلث واضح قدامكم يا مصريين، والعنوان بيقول راحوا فين مقاتلي داعش اللي بتحميهم أمريكا واللي بتاخد على إثرهم فلوس من دول عربية علشان تعمل تحالف عربي يحارب اللي هي بتخرجهم وتحميهم. المسألة واضحة جدا، ومش قادرة أقول هل ده ممكن يكون محور مهم في القمة اللي المصادر بتتكلم عنها بكرة، هتجمع الرئيس السيسي مع الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبعض المصادر بتؤكد حضور الملك الأردني أيضا، وارد. لكن التفاصيل الكتيرة هي ان البلد دي مطلوب تتفك، وتضييق الخناق عليها بدأ بالبروفة في مسبحة بير العبد، واللعبة شغالة بأدوات وطريقة خطيرة جدا، لأن الآن صناعة الحقيقة مش صناعة الصورة. فيعمل مشهد زي بير العبد، يعمل مشهد زي القدس اللي المقدسيين والجميع عارف ان مفيش تغيير على الارض، مفيش حاجه هتحصل، لكن المصيبه هتحصل في العواصم العربيه وفي الدنيا. وخلينا نشوف التنويعات المختلفه. تفاصيل اللي بقوله ده بخبره الدبلوماسي، بمعلومات الدبلوماسي، هتبقى قدام حضراتكم عسى ان احنا بصوت العقل نقدر نشوف الصوره بطريقه اقرب للواقع، اقرب للحقيقه. طول الوقت هم بيلعبونا لعبة العصفورة، مطلوب نبص هنا علشان هم يشتغلوا هنا. خليكوا فاكرين دي كانت بروفا، ده اللي جاي أتقل بكتير. بعد الفاصل هنستضيف ضيفي وضيفكم سعادة السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية. سريعا لسيادة السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية، منورني، مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ أماني. يعني أعتقد أن احنا وقت عن وقت، يعني حتى لو هي ساعات اللي بتمر، الصورة بتاخد ملامح مختلفة. فخليني أستأذنك في البداية ولو نعمل بس أرضية. فجأة بنلاقي الكلام بيتبروز بطريقة، وبنبدأ نقرأ بطريقة مختلفة. يعني أمريكا اللي بتحارب داعش هي اللي بتأمن خروج المقاتلين دول، وما بنعرفش بيروحوا فين. وفجأة بتبقى العنوان اسمه القدس، مش القضية الفلسطينية، ومش الحل النهائي، ومش إنهاء حالة السلام، ومش أي حاجة حقيقية. ده بيختار واقع هو اوريدي موجود على الأرض، يعني ما فيش فيه جديد، لكن هو بيشعل بيه النار. ومشهد الحقيقة بيروت النهاردة كان مهم بالنسبة لي، لأنه خلاني أرجع على كل الطريق ده وارجع أبص كويس القوى اللي كانت موجودة دي، اللي جزء منها من شباب المخيمات. ليه الحركة كان فيها هذا الأداء العنيف؟ ليه؟ أولا إجابة مباشرة على سؤال حضرتك ده، هو أن ثقافتنا العربية ما فيهاش تربية الجماهير على كيفية التعبير عن الغضب أو عن الفرح. بنبالغ قوي في أفراحنا، ونبالغ قوي، ونستخدم يعني أدوات وآليات للتعبير عن الغضب غير طبيعية، غير مألوفة في المستويات العالمية المعروفة. تمام. أو المتحضرة يعني. ده سبب حسن النية يعني. سبب مباشر في طبعا أنا بفترض أن الجماهير وهي بتتحرك أو الشعوب وهي بتتحرك عندها تلقائية، ولكن بيثبت في ظروف معينة. بس لازم نتحقق من ذلك، ما نطلقش طبعاً الأحكام على عواهنها كده. لازم يثبت لنا بالدليل القاطع وجود أطراف وأصابع ذات يعني أهداف محددة بتوظف فيها هذا الغضب لصالحها أو لتحركها على اتجاه معين. يعني أنا لاحظت، والملاحظة واردة، أن حزب الله امبارح في لبنان باستفادة بالمثل اللي حضرتك قلتيه لم يشارك بكل قوته، ولا يشارك بأطراف ضعيفة جدا ضمن المجموعات المتظاهرين، ولا النهاردة هو مش موجود، مظاهرته بكرة. وأعتقد أنه حديث حسن نصر الله السابق برضو كان فيه نوع من تعلم الخبرة من التجارب السابقة. صحيح طبعا. وأصبح هو أكثر واقعية من كثير من أصحاب الكلمات العالية والواسعة بتاعتنا. صحيح جدا، ملاحظة صحيحة طبعا. اتنين، أن حضرتك لو ربطت بقى بين ما يحدث في حدود
يعني ارهابي داعش اللي بيتسللوا من سواء من رقه او دير الزور العراقية إلى سوريا ومن سوريا يودوهم ليبيا أحيانا ويسفرهم إلى أوروبا أحيانا أخرى أحيانا للراحة سينا. ثم دي وربطيها بقرار ترامب، هذا الربط لم أجده في بيان وزراء خارجية الدول العربية الذين اجتمعوا بالأمس اللي طلع الساعة 3 الفجر ده. وأنا تحصلت على نسخة منه بصعوبة صباح اليوم، لقيت أنه ببحث على أي لفظ يشير إلى الربط ما بين خطوة ترامب وأي عمل إرهابي سابق أو لاحق، ما لقيتش. ما فيش إشارة هو إلى تهديد الأمن والسلم الدولي في المنطقة أو في الدولي. هذا الإخفاء أو هذا الاختفاء من صياغة البيان لهذا العنصر الحاكم اللي خلى معظم بلادنا المشتركة في جلسة الأمس متحفظة على أي تصعيد، لأن ما يهمها الآن الهجمة الإرهابية عليها اللي هي ما فيهاش أطراف منظمة، ما فيهاش أطراف ظاهرة، ما فيهاش مواجهة ظاهرة، حرب خسيسة، كلها حرب خفية، حرب من تحت لتحت، حرب عن طريق الأفراد المحليين أو الواردين خلسة من عبر الحدود وغيرهم. إنما كان لابد من تذكير الأمريكان والمجتمع الدولي، طبعا هم كلهم عارفين، ولكن في بيبقى مهم في الصياغة في اختيارنا للصياغات اللي كان لابد من الربط ما بين هذه الخطوة الأمريكية الفاجرة أو العنيفة جدا في معادتها للتاريخ وللقانون الدولي وللحس العربي، وبين ما قد يحدث من أعمال عنف وإحباطات لدى الفلسطينيين ولدى غير الفلسطينيين، وقد تصل إلى أعمال إرهابية. طبعا الملاحظة الثانية في البيان أن احنا اخترنا صيغة البيان بمعنى أن احنا مقدمين على التعبير عن الرؤى والمواقف ولسنا مقدمين على تدابير إجرائية محددة. مهمة جدا الجملة دي. الفارق ما بين بيان وقرار هو أن القرار بيكون له حثيات وله مرجعيات تستند إليها، ثم تنتقلي في الأوبراتيف بارت أو في الجزء الإجرائي التنفيذي والإجرائي الجزء الإجرائي إلى تقرر 1 2 3، الشيء بالمعاد، الشيء بالحجم، الشيء ده. بالتاريخ، الشيء بالرقم. قالوا عليه إن هم هيبقوا في حال انعقاد لمدة شهر. دي اللي اعتبروها جزء إجرائي في البيان. طبعا إنهم لا، في اجزاء اجرائيه خلينا ممكن نمشي محترم. من على بيان الجامعه العربيه بلاش؟ لا لا سيبه، اصل هو لسه ما عندوش خطوه تستحق ان المشاهد يقعد عندها، فانا مش عايزاهم لا يزعلوا. هو حضرتك واخده نفس رؤيتي ان القرار الامريكي نفسه لا ليس من طبيعته ان يغير اي شيء غير ان يثير الشعوب، يعني اللي دايما ميال الى انه لا يتعامل مع مواقف الحكومات. هو العقلاني اللي بيرى انه يا جماعه يا جماهير غاضبه، هذا الامر اللي حصل في القدس من جانب الامريكان شيء ثنائي بين الامريكان وبين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين. ينبغي ان نوجه عملنا الى الايجابيات اللي ممكن نعملها مع الاطراف الاخرى اللي معانا. انا يعني كنت هنقل حضرتك علشان يعني كمان الناس تفهم حضرتك كويس. انا شايفة ان احنا قدام خطوة لازم يشوفوها الاول كويس، ان احنا بنسترجع ربما الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي اللي كان فيها موقف اوروبا شيء وامريكا شيء. انا شايفة انه بلقاء ماكرون النهاردة باستباق التبجح اللفظي لنتنياهو على اوروبا، وانه يروح النهارده يشوف ماكرون ويعمل معاه مؤتمر صحفي وماكرون يعني وشه يتغير ويقول بشكل محدد وواضح ان احنا لا نتفق معك في الطرح بتاعك، احنا قدام تشكل في المجتمع الدولي اللي امريكا بتحارب فيه ان تبقى يعني تحافظ على نفسها شرطي العالم الفرديه. فانا عندي اوروبا، طب هي الكوارتيت الرباعيه الدوليه دي هي كانت مكونه من مين؟ الولايات المتحده الامريكيه وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحده. طبعا انا كان يهمني جدا ان معظم البيان امبارح يتركز على خطاب مباشر من وزراء خارجيه الدول العربيه الى هذه الرباعيه الدوليه، ويبقى حديثنا ضمنا الى الامريكان.
يعني انها فرد من مجموعه، انها اهو كده يعني نعمل ذكاء ايران في اتفاق دول 5+1، ما نلعبش برافو. واحد لواحد. برافو عليك. احنا عاوزين رعايه السلام في المراحل القادمه او اي مساعي للتسويه تكون من خلال مقاربات جماعيه وليست من مقاربه احاديه ترعاها دوله واحده، رغم انه طبعا الجبروت الامريكي اللي قالته مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة قالت أنه أي جهد هينتهي إلى أي تسوية فلسطينية إسرائيلية ينبغي أن يتم التوقيع عليه في البيت الأبيض. شوفي حضرتك مش مهم المجاهرة في البيت. لا، هي تقصد أن أي مساعي للتسوية لن يحسمها ولن يحركها. طيب خلينا كمان نقول للمواطن العربي ده، علشان إمكانيات مش بس كده، أمريكا لما قررت تتعامل مع إيران بالصيغة الأحادية دي قدرت فورا ألمانيا وفرنسا يستبقوا أي حاجة يقولوا اللي أنت بتقوليه ده ما يخصش أي حد، فرفضوه لما تعاملوا جماعيا. بالظبط. عملوا سياسة. فإحنا جماعية. نقدر نلعب بالضغط ده. إحنا الأول مرة عندنا موقف موحد في أوروبا بيقول إن القدس وغيره ده ملف للتفاوض في الحل النهائي، يقعدوا ويحلوا. فاحنا قدام مشهد مختلف. انا مع حضرتك يا اماني، اذا كنا ناجحين في اداره علاقتنا الكليه مع الاتحاد الاوروبي ودوله، يعني لا ينبغي ان ياخذنا الافتخار بان الاوروبيين معانا في قضيه القدس وعندهم اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اقامه دوله له بحيث تكون دولتين وبتاع، انما ينبغي ان يكون لدينا ايضا نظره اوسع واشمل في التعامل مع الاوروبيين. هم مش بس بيهمهم فقط قضية القدس والإسرائيل والعرب والفلسطينيين، اهو كده عندهم اهتمامات أخرى تهمهم هم مباشرة، وينبغي علينا أن نهتم لهم بهذا الاهتمام. عشان كده كان دايما يا فندم الرئيس لما بيكلم أوروبا تحديدا بيتكلم على الهجرة غير الشرعية وان الارهاب هيطلقهم جميعا. صحيح. ولو امريكا بتعامل الدنيا انها بعيده جدا فهي مش ارض الحرب ومش ارض الهجره، هي عندها شعور كده انها هي فوق. امنه دائما. ولكن الاوروبيين بيعيشوا معانا مشكلاتنا، مشكلات الاسره، مشكلات الصحه، مشكلات الانجاب الكثير، مشكلات التوزيع، التعليم المختل، مشكلات الخلل في توزيع الفرص. يعني هذه كلها ينبغي أن نفتح قلوبنا معاهم وإحنا بنفاوضهم على الشأن الفلسطيني. لازم يبقى عندنا استعداد أن إحنا نتعامل معاهم عن قرب. فكرة الشراكة الأورو متوسطية بالضبط فعلا اللي أنشئت في مرحلة سابقة بطريقة ذكية، وكان لابد لنا من استيفاء كل جوانبها، كل ملفاتها. لكن عطلت بعد كده. وإحنا عطلت لأنه بتيجي مستجدات، بتجدي أن الاهتمامك بقى اقليمي اكتر، مش بقى يعني داخل المناطق الاخرى. اليمن مش دوله متوسطيه، العراق مش دوله متوسطيه، هو شغل كمان دول الاقليم. فاصبحت الامريكان لهم دور ايضا في افساد العلاقه الاورو متوسطيه. طبعا واضح تماما انها الامريكان لهم مصلحه في يعني خفض التون العربي في هذه الشراكه الجديده. طيب هل هناك ما يبرر القلق اللي عندنا كده في بين السطور من فكرة انه ربما يكونوا بيلعبونا بمفهوم التنمية البشرية؟ يعني اختاروا من كل مشهد القضية الفلسطينية قصة القدس اللي هي مترحلة بطبيعة الحال للحل النهائي وما فيهاش جديد، والقنصلية الامريكية موجودة في القدس الغربية وبتشتغل، وكل يعني كل عشان كده المقدسيين النهاردة ادوني احساس هم مش موجودين، لان المشهد على الارض هم عارفينه، يعني قادرين يفهموه. والقياده الفلسطينيه برضه، حماس امبارح ما شاركتش في اي تظاهر سمعناه ما فيهوش غير مجموعات كتائب عز الدين القسامة التي تقتات اساسا على العمل الجهادي، العمل الميداني، وليس لها حضور سياسي، ما عندهاش تصور رؤيه واسعه للقضيه. بالعكس، هي ممكن تشدنا المخرج لاسرائيل انها تشعل الازمه في غزه. انها تواجه يعني مش عاوز اهاجم حد، ولكن في تقديري انه كل واحد بيعمل بمنطقه. فمنطق القياده الفلسطينيه امبارح كما رايتها ما كانتش عندها الوريز او القلق الشديد اللي انا كنت اتصوره عندها اسبق من غيرها. يعني اسبق، انت اشرتي بذكاء الى السيد جبران باسيل. انا عارف خلفياته الحزبيه وخلفياته السياسيه، واحيانا الموقف اللي خده السيد ابراهيم الجعفري امبارح برضه تحفظ على
ضعف البيان وعدم انما التحق في النهايه بالمجموع العام، يعني اصل التحفظ في البيان لا يعني اسقاطه بالزبط. او لا يعني تغيير. طيب. انما هو ابدا وبعض العبارات الشديده ايضا اللي ممكن تتقال عن طريق المندوب السوداني او المندوب الجزائري، انما هذه هي الاطراف. ولكن احسن ما في القصه امبارح اللي استوقفني فكره ارتفاع الجميع على نحو التوافق على حد ادنى من الصياغه دون إدخال المزايدات والمكايدات الثنائية والجماعية التي كانت متصورة واللي انت بتلعبي عليها باستمرار يا أماني، ومش عاوزك تحطيها في السكة طول الوقت. ياريت تسمحيلي. يعني أعمل إيه؟ يعني مش كل حاجة قطر هي المتحكمة في الموضوع، ومش كل حاجة حزب الله المتحكم في الموضوع. يعني الناس كتير قوي أخذوا على إعلامنا عموما، مش أنت بس، إن احنا في كل موقف بيستجد علينا فيه إشكالية بندخل الجزء الخارجي التركي والقطري. أحيانا كتيرة بيكون هم ضالعين بما هو ثابت، ولكن مش كل حاجة عندنا الحقيقة مش وإلا مشغولة بيهم طول الوقت. وإلا هنحولها. لا أنا مش مشغولة بيهم طول الوقت، بس مراجعة الجزيرة النهاردة وبتمنى من حضرتك تروح تراجعها على اليوتيوب. هي مش شايفة في مشهد القدس غير مصر، وبتتكلم علينا وبتتناولنا بوصفنا محبطين، بنمنع التظاهر، بنعمل كل شيء سيء. أنا بالنسبة لي أردوغان خدت منه جملة واحدة وجملة ما يعني. أنا كنت برضو الجزء الثاني، اسمحي لي، أنا كنت عايز استحضار وزراء خارجية الدول امبارح لما يمكن أن يقال عن المفارقة ما بين بيان الأمس وبيان النهاردة. احنا النهاردة منتظرين نتائج اجتماع وزراء اجتماع أعضاء دول التعاون الإسلامي. لسه ده يوم الأربعاء، مش اجتماع اسطنبول؟ فهيكون المفروض انه في خلال يوم او يومين، يوم الاربعاء في تركيا. دي المعلومه اللي عندنا يعني، مش عارف. المفترض انه يكون في مقارنه سريعه عند اي محلل ما بين البيان اللي صدر عن المجموعه العربيه والبيان الذي صدر. إيه؟ هو لسه هيصدر. يعني عندما يصدر هيكون المراقبين والمحللين بيراقبوا الفوارق النوعيه والدرجيه في الحماس او في الانزعاج او في درجه الاقدام على اجراءات عمليه. هل ايران وتركيا واندونيسيا وماليزيا والباكستان، وهي اطراف كلها غير عربيه ولكنها تجمعنا معنا توقعك ان هيبقى سقفها اعلى؟ اعتقد انه لو لم يكن الافارقه الدول الافريقيه الاسلاميه عندها حصافه وتعرف حدود الحركه الدوليه وتعرف ظروف الواقع الفلسطيني، وانها لا تثير لدى الفلسطينيين متاعب اكثر مما يلاقونه حاليا، حيكون الامر متساوي مع نتائج اجتماع القمه العربيه والاجتماع الوزاري العربي. اما اذا كان الصوت الايراني والصوت التركي بمنهجهم المتميز المختلف يعني عن المنهج العربي هو الاسبق، هو الاكثر تاثيرا في الدول الاسلاميه اللي جايه من افريقيا، هيجي بصوت عالي، خط احمر، هيجي يعني بصوت عالي ويجي ببعض التدابير اللي يمكن تحاول المجموعه العربيه ان تقنع الاخرين بيها. بس ازاي العرب بينسوا ان يعني اردوغان عنده اعتراف بان القدس هي عاصمه اسرائيل في كل الاتفاقات اللي تمت بينه وبين اسرائيل، كلها التوقيعات على الاوراق الرسميه. لا، ما فيهاش القدس. لا فيها. ما فيهاش القدس الشرقية عاصمة فيها إسرائيل. فيها القدس، والقدس منذ 67 وفقا لقرار الكنيست هي قدس موحدة عاصمة أبدية، هكذا تكتب. هو طبعا يبقى كده مخالف زي ترامب، ما هو مخالف يعني. هو كده نفس الموقف بيتلاعب. عايز أتأكد في يوم الاجتماع انه بيصوغ النتائج ازاي، هل هو بيلاعب امريكا ولا بيلاعبنا احنا كعرب؟ توقعك ايه؟ ولا ليه اتوقع، انتظر الفعل لما يحدث. انما الانطباع العام عن تركيا انها دوله بتبني نفسها دلوقتي، دوله اقليميه بتبني نفوذ لها، واي دوله من حقها تكبر ويبقى عندها اقتصاد جيد وعندها صلات اوروبيه وصلات مع حلف الاطلنطي جيده، من حقها، ومع روسيا جيده، من حقها ان تكون المهم بس تكون تفكر. دوله شويه اخلاقيه يعني قادره اللي بتقوله هي اللي تعمله. يعني انا نفسي نوصل في مرحله من المراحل الى استيعاب الخلاف المصري التركي الخاص، يعني تركيا لها يعني. طب قول للمشاهدين ايه هو خلافنا عشان ما يبقاش الخلاف. طبعا يعني عندنا احساس
يعني لم يعني يتحقق باليقين لدى كل الجمهور العادي ان تركيا بتراهن على مدة الرئاسة، صلاحية مدة الرئاسة السابقة للإخوان المسلمين، وانها بتطلب إتاحة الفرصة لهم ان يتاح. طب ازاي هي بتطلب وهي طول الوقت بيعبر اردوغان نفسه على ذات الخطاب وكده؟ ما يعني انت ما بتقولي ليش، انت ما بترد، انا بقولك يعني تصوري للمشكلة القائمة بين مصر وتركيا. انما ما عدا ذلك يمكن ان نبني مواقف متجانسة في موضوعات اخرى، فلازم نكون نظرتنا الى الدور الاقليمي لتركيا انها دور دولة يمكن التعامل معها، ولكن عندما تتحدث عن تجربتنا الوطنية نقول لها نحن اعلم بشؤون أرضنا. انا عايز اوري حضرتك الوثيقة اللي عليها توقيع اردوغان، يعني مش اي ادارة تركية، الادارة الحالية. الوثيقة قدام حضرتك اهي على الشاشة، ودي الوثيقة اللي تمت منذ اشهر لما تم التصالح على خلفية السفينة مرمرة. ايوه تمام. وعندهم تجارة، يعني هم عندهم تجارة بينية كبيرة، بس قصدي التوقيع بتاع الاثنين القدس ومكتوب أنقرة. دي العاصمة ودي العاصمة. احنا بالنسبة لنا، شوفي أماني، أنا بالنسبة لي لما أجي أتكلم على مواقف الآخرين زي وفد البحرين النهاردة اللي زار إسرائيل، وفد من شيوخ البحرينيين قاموا بزيارة ودية لإسرائيل، التوقيت بتاع الزيارة غريب ومفاجئ، وفي نفس الوقت المراقصة ما بين شيوخ البحرينيين اللي رايحين، ما تعرفيش هوية الجمعية اللي رايحة الزيارة دي اختارت هذا التوقيت. لو حضرتك استمعت كويس هتلاقيه بيتكلم بلسان الشيعة. انا استمعت فعلا لتقرير يعني على قناة اسرائيلية وكان بيتحدث، حتى لو كانت خليني هفتح له مجال، التوقيت هفتح نفسه له مجال، بس انا اسفة والله العظيم الوقت خلص، مش انا اللي بقطع بس الحديث، بس ده الموضوع لسه مفتوح. طب انا اعمل ايه؟ انا اسفة، بشكرك شكرا جزيلا. وما عرفتيش كامل الصورة اللي انا شايفها اصلا، يعني ابتسار. اكيد هنعمل حلقة تانية. انا اسفة والله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الاسبق للشؤون العربية، شكرا لحضرتك.